معانا استاذ خالد صديق. طيب قلت لحضراتكم انه محافظه القاهره تبدا في ازاله منطقه حكر السكاكيني، دي منطقه موجوده في حي الشرابيه، اللي ساكن في الجزئيه دي او بيعدي عليها يبقى عارفها. ده عايزين نعرف تفاصيل اكتر من المهندس خالد صديق. مساء الخير فندم. مساء الخير باشمهندس خالد، اهلا بحضرتك. اهلا بيك فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. هنبدا امتى وتم الحصر ازاي والناس دي هتقعد فتره قد ايه وفين؟ هنبدا امتى؟ خلاص بدانا النهارده الحمد لله، محافظه النهارده في منطقه حكر السكاكيني. ويمكن قبل كده برضو كان في حكر السكاكيني القديم، وده خلاص ازيل كله والناس راحت سكنت فيه الاسمرات، ودول طبعا هيحصلوا اهاليهم برضو اللي كانوا جنبهم في حكر السكاكيني القديم حكر السكاكيني الجديد. ان شاء الله على طول تباعا هيبداوا في خلال في حدود 8 اسابيع او 9 اسابيع هيكونوا اهالي حكر السكاكيني الجديد برضو راح يسكنوا مع اهاليهم في حكر السكاكيني القديم. بس مش كل الحكر هيشال، ان كلمه الجديد هنا اذا فهناك مباني جديده ومنشات جديده هتستبقى في الفتره دي، لكن اللي هيتنقل طبعا اللي هي الاماكن اللي ذات الخطوره اللي الناس عايشين فيها. نعم. إيه بنتكلم في عدد قد ايه يا فندم؟ احنا بنتكلم في عدد حوالي 500 اسره. 500 اسره رقم مش قليل. يعني لو بنتكلم في معدل 5 افراد في الاسره فبتتكلم في رقم كبير. احنا عندنا طبعا حضرتك عارف ان احنا عندنا في 7240 شقه في الاسمرات المرحله الثالثه موجودين، سكننا منهم حوالي 1000 وشويه من منطقه سور مجرى العيون. وسكننا حوالي 780 اسره في منطقه بدر، وعندنا في 870 اسره سكنوا في اهالينا واحد. وتقول لي دي مناطق احنا بنسكن فيها غير طبعا روضه السيده. نعم. عاملين نسكن في الناس ومرحله التسكين. النهارده كان في اجتماع مع دوله رئيس الوزراء كمان النهارده بيتابع فيه عمليه التسكين والازالات دي النهارده. يعني النهارده عشان كده كنت حضرتك موجود في اجتماع مجلس الوزراء. كان دوله رئيس الوزراء بيتابع يوميا الموضوع. نعم. وبيقعد ياخد اجتماع موسع كل فتره بيحاول يشوف الموقف ايه، بيتابعه على طول. يعني يمكن اسبوع كده بيكون في اجتماع نقدر نتابع فيه الموقف بوصل لفين واحنا رجلينا فين النهارده، عشان ما حدش يكسل او حد يفكر ان الموضوع ماشي بهدوء ولا حاجه. لا ده في يعني نقدر بنلحق الزمن. يعني متابعه. لاول مره، هو النهارده بيقول لاول مره ان يعني بقى عندنا شقق موجوده ومستنيين سكن الناس. كان الاول الناس عايزه تسكن مش لاقيه، دلوقتي لا الشقق موجوده والناس بالعكس. صحيح. منطقه حكر السكاكين يا فندم من المناطق العشوائيه. معلش محتاجة إجابات بشكل محدد، هيتم تطويرها ولا إزالتها وعمل شيء في هذا المجال أو المكان بشكل محدد، أو إنشاء مساكن محلها مثلا زي ما حصل في تل العقارب؟ يعني التعامل معاها هيبقى لترميمها وإعادة لا ولا هنا إزالتها؟ هنا التعامل مختلف شوية. هنا التعامل مختلف شوية. ان احنا بنزيل المنطقه لكن ما نقدرش نبني تاني. ليه؟ لان المنطقه مكتظه اصلا، المنطقه محتاجه خدمات، ففي مخطط محطوط لها. يبقى في مثلا هيتعمل مركز طبي ومدرسه. مكانها هيبقى ايه بقى حكر السكاكين؟ خدمات، حاجه خدمات للاهالي بقى. ايوه. يعني المكان متنفسه ضيق قوي، فاحنا عايزين نبني رئه، نزرع رئه هنا. فهنا هنزرع رئه في المكان ده للاهالي بقى الموجودين دلوقتي حالا، لكن الاهالي اللي راحوا يسكنوا في الاسمرات او في المحروسه اعتقد انك المنطقه حضرتك زرتها بنفسك وشفتي المشروعات عامله ازاي. طبعا طبعا. لكن كله عنده استعداد من الاهالي. طبعا كل الحمد لله. لانه لقى نفسه في مكان افضل. هي مكان افضل غير اهالي كانوا مضطرين يقول لا احنا منشاتنا جديده وحالتنا انشاءات كويسه جدا واحنا عمارتنا لسه منشاه جديد. راعينا الموضوع ده، حتى المخالف في الحاجات دي هيخش في قانون تصالح مع التصالح على مخالفات البناء. نحاول نشوف بحيث نحافظ برضه على الثوره العمرانيه، مش كل حاجه يبقى ازاله ازاله ازاله، لا حالته كويسه نقدر نحافظ عليه ونعمل مخطط تفصيلي جديد يسع كله. يسع كل ما هو جديد. نعم. نعم. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. مهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات.